أهلا بكم. جميع الأرقام التي بين أيدينا وأيديكم ذات العلاقة بالشباب والعمل الشبابي تجعلنا نقف متسائلين حول دورهم في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من القطاعات الأخرى. فبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي أشارت إلى أن نسبة السكان الذين أعمارهم تراوحت ما بين 15 عاما إلى 59 بلغت حوالي 60%، هذه الفئة في المجتمعات تكون عمادها وقوتها وعقلها وحركتها وتفكيرها وأساس نجاحها. وكما هو مطلوب من مؤسساتنا العناية بهذه الفئة وتمكينها من أدوات بناء الدولة، عليهم أيضا واجبات. فأين دور شبابنا من ذلك؟ ما معيقات العمل الشبابي لدينا؟ وبماذا يفكرون؟ وإلى ماذا يتطلعون؟ اليوم مجموعة من الشباب قدمت عدة توصيات ومقترحات أمام مجلس النواب التي سيحيلها إلى الحكومة. ما جوهر تلك التوصيات؟ إلى أي مدى هي قابلة للتطبيق؟ وما عائد تلك المقترحات على الحياة العامة؟ أطرح أسئلة هذه وأسئلة أخرى على ضيوفي، وأبدأ بالمهندس إياد العليمات الناشط الشبابي ومدير عام برنامج انتخاباتي، وأهلا أيضا بأسماء السردية أحد النشطاء الشباب والمشاركين في جلسة اليوم، وأهلا بالناشط الشبابي يزيد الفواعير، أهلا بكم. مشاهدينا صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. صوت نحو 30 شابا وشابة على عدد من التوصيات تبناها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في جلسة غير رسمية عقدت تحت قبة البرلمان، أهمها الموائمة ما بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد منظومة تمويلية لدعم ريادة الأعمال في المحافظات، وتعديل عدد من التشريعات لدعم المشاريع الصغيرة، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بإلزامها على عمل أذرع شبابية، وإلزام الجامعات التي لا يوجد بها انتخابات لمجالس الطلبة بتفعيل تلك المجالس، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر في المعاملات الرسمية، وتفعيل المراكز الشبابية في المحافظات ودعمها، وتفعيل مشاركة الشباب في الانتخابات ترشحا وانتخابا عبر تخفيض سن المرشح. أهلا بكم من جديد. إذن بالبداية، يعني ما هو انطباعكم عن مجلس النواب؟ هل أنتم راضون عن أدائه؟ أبدأ معك أستاذ أحمد. أياد عفوا. نورس. سيدي كريم، شكرا على هذه الاستضافة، وكما تفضلتم في الجلسة التي قامت على مجلس النواب بشكل غير رسمي لإدراج الشباب وإدراجهم في عمل صنع القرار بشكل مباشر. تسألني عن أداء مجلس النواب، هل أنا راضي عن أداء مجلس النواب؟ لنكن عادلين في هذا الموضوع، ونكون طرحنا طرح شفاف وحقيقي. كيف لي أن أعبر عن مدى رضائي بهذا المجلس إذا أنا لا أعرف مدى إنجازاته؟ هل أنا متابع لهذا المجلس؟ لكن هل أنت متابع لمجلس النواب؟ نعم، نحن متابعون لأداء مجلس النواب. راضي عن أداءه ولا لا؟ الرضا يكون مبني على عدد من الأشخاص. نعم، هل نتكلم أن كافة النواب في مجلس النواب يعملون بجد وبشكل مجتهد؟ للأسف هناك العديد من الإعلام الغير، خلينا نحكي، الغير عادل لعدد كبير من النواب في المجلس. نحن نعمل بشكل حثيث ومباشر مع كافة النواب. أنا لست هنا لأدافع عن المجلس أو لا، وإنما يجب أن يكون هناك حياديين في الطرح وكيفية الحكم، خلينا نحكي عن هذا العمل. نتكلم عن المجلس، يجب أن نقوم بالمقارنة، ما هو عدد القوانين التي تم طرحها، ما هو عدد المشاريع التي تم الدفاع عن المواطنين في هذا المجلس. لنكن واقعيون، لا يوجد هناك تغطية مباشرة أو تغطية سهلة التي يجب أن يكون إيصال المعلومات بشكل مباشر وسهل للمواطنين أنفسهم. هذا الأمر الذي يدعوني، هل أنا راضي؟ لست راضي بكامل الرضا، ولكن يجب، ولكن نقول هناك العديد من التغييرات القائمة من قبل المجلس، سواء كان ذلك من الأمانة العامة أو من الرئاسة لهذا المجلس، للتزويد كيفية عمل إيصال هذا المجلس وإنجازاته إلى المواطنين. نعم، هناك غضب جام على هذا المجلس وما قام فيه من إنجازات. نعم، ما زلت لا أستطيع أن أقول أنني راضي أم لا راضي، ولكن يجب أن يكون بناء قولي مبني على دراسات وأرقام فعليا على أرض الواقع. طيب سيد يزيد، يعني اليوم قمتم بتقديم توصيات لمجلس النواب. نعم. إلى أي مدى تعولون على مجلس النواب؟ يعني
لجلبها على أرض الواقع هذه التوصيات؟ أنا بداية بحب أشكركم على الاستضافة الكريمة هاي، وبحب أوجه برضو بالشكر لمجلس النواب ممثل برئيس المجلس وأمين العام على اللقاء اليوم اللي كان باتصال مباشر بين الشباب وبين مجلس الأمة بشقيه. وبحب أشكرك على الاستضافة هون اليوم. كانت بداية أهم التوصيات اللي قمت بتقديمها خلال اليوم كانت أنه مين بده يضمن، من سيضمن دراسة وتنفيذ وتطبيق الفكر الشبابي؟ سؤال مهم بالطرح يجب على المسؤولين سواء بالسلطة التنفيذية أو بالسلطة التشريعية الإجابة على هذا السؤال، لأنه لاحظنا في الآونة الأخيرة العديد من اللقاءات الشبابية ولكن ليس كمثل لقاء اليوم، لم نجد من سيضمن دراسة أو تطبيق هذه الفكر الشبابي سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. طب يزيد، جلسة اليوم يعني جاءت بطلبكم ولا بطلب مجلس النواب؟ جلسة اليوم كانت بطلب من مجلس النواب، كان بهمه أنه يكون في اتصال مباشر بين الشباب وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على نفس السطر، نكون ترجمة لرؤى جلالة سيدنا وحث المؤسسات على دمج الشباب في عملية صنع القرار. واليوم كنا في أساس المكان الأساس لصنع القرار في تحت القبة في مجلس النواب. طب أعود لسؤالي، مدى تعويلك يعني على مجلس النواب للاستجابة لهذه يعني التوصيات؟ إحنا إن شاء الله أملنا ما انعدم كامل إنه بمجلس النواب على تنفيذ تنفيذ هذه التوصيات، ونقول إن شاء الله إنه لسه بالدنيا خير يا سيدي إن شاء الله. أسمى السردية، يعني راضي على مجلس النواب، على أداء مجلس النواب تحديدا؟ بداية مساء الخير ويعطيك العافية، وبحب أمسي على جميع المشاهدين، وبحب أمسي عليك طبعا أستاذي. يعني السؤال صراحة مباشر، وراح أكون في إجابتي كمان كوني منصفة وعادلة كما يقال. أنا اليوم كأسماء صراحة كشابة مش راضي عن أداء المجلس. ليش؟ وين التحفظات؟ بسبب إحنا بنعرف إنه المجلس طريقة وصول أعضاء المجلس، أما بقواعد عشائرية أو بالمال السياسي أو بقواعد زي ما قلت عشائري، هاي الأشياء تحد من منافستنا إحنا الشباب أو مشاركتنا إحنا كشباب في الانتخابات. يعني واحدة من التحديات إنه هم قاعدين يوصلوا طب دعوة مجلس النواب اليوم لكم والاستماع إلى توصياتكم ومقترحاتكم، يعني ألا تعتبر يعني قفزة نوعية لربما؟ صراحة هاي الدعوة أعتقد لولا رسائل جلالة الملك ولولا دائما إصراره إنه يتم إشراك الشباب ما كانت موجودة هاي الدعوة. المنصف إلنا اليوم إحنا كشباب هو سيدنا جلالة الملك عبد الله. فلولا إصراره دائما بإشراكنا اليوم إحنا ما كنا موجودين في المجلس. نعم سيد إياد العماث، يعني من بين التوصيات التي تقدمتم بها إلى مجلس النواب تبناها رئيس المجلس يعني المواءمة ما بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، يعني هل لمستم أن مخرجات التعليم غير ملائمة لسوق العمل بالأردن؟ سيدي الكريم، من ناحية التعليم بشكل عام نتكلم التعليم ليس فقط نشمله فقط في الأردن وإنما في الوطن العربي بشكل عام، ترى هناك فروقات ما بين الدراسة في المدارس وما يتم ربطه في الدراسة في الجامعات ويتم تطبيقه في بيئة العمل. للأسف هناك تباعد ما بين ما يتم تطبيقه نظريا وما يتم فعليا إيجاده في سوق العمل. التباعدات هذه تدل على عدم وجود فرص إلى الشباب، الأمر الذي نطمع له أن يكون هناك تركيز على التدريب العملي الحقيقي داخل الدراسات الجامعية. المطلوب والمرجو كان منه من هذه التوصية أن يكون هناك تركيز أكبر على موضوع التدريب في الفترة الدراسة الجامعية. المغزى منه العديد من الشركات عندما يتخرج الطالب بشكل جديد لا توجد لديه خبرة، تقدم على عمل يقول لك أعطيني خبرتك
عشان أوظفك وأنت متخرج جديد لا تجد لديك الخبرة. لما يكون هناك توافق ما بين ما تم تعلمه وما بين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، سهولة وصولك إلى الليفل خلينا نحكي المماثل لتكون قادر على استلام الوظيفة سوف يكون أنسب. هو هذا الطرح كان موجه نحو تخفيف البطالة والتركيز على تفعيل دور الشباب وأن يكونوا مبنيين بالطريقة الصحيحة حتى يكون جاهزيتهم فعليا واقعية على أرض الواقع عند انطلاقهم إلى سوق العمل. طيب سيد يزيد بتأيده؟ بأيده كثير، لأنه إحنا لاحظنا بالفترة الأخيرة مخرجات المؤسسة التعليمية عندنا بالأردن الحكومة قاعدة بتتوجه للتدريب المهني صحيح وهي التخصصات، لأنه ما إلها سوق، عفوا إلها سوق كبير بس ما بتيجي عن دراسة، بتيجي عن خبرة عملية مباشرة من صحيح. بس يزيد يعني لما الحكومة توجهت وفتحت التخصصات المهنية ما كان في هناك إقبال كبير من الشباب الأردني على هذه التخصصات، يعني المشكلة كمان مرات بتكون من عند الشباب مش بس من عند الحكومة. عفوا هي مربوطة أتوقع بثقافة مجتمع. أنا بهمني درست من لأنه مؤسس، أنا على سبيل المثال أنا تجربتي الشخصية مع المؤسسة التعليمية، أنا درست التخصص اللي أهلني معدلي بالثانوية العامة إني أدرسه، مش اهتماماتي ولا حبي للتخصص. أنا أبدا ما كنت حاب أدرس التخصص هذا، بالعكس أنا كنت حاب أدرس تخصص أفضل. طيب ليش هذا يعني ليش مزروع هذا جوا الشاب الأردني هذا الفكر والثقافة إنك تدرس تخصص أنت مو حابه؟ هي مش مزروعة، هي ممكن معدلك أنت قدراتك بحد معين بتوصلك لمعدل بالثانوية العامة لمرحلة لمستوى معين، فأنت الإشي اللي بتكون حابه مثلا ممكن أنت تكون أكيد راح تبدع فيه لأنك بتحبه، بس احنا بننظر دائما للارقام ما بنرضى. طيب ما يعني بننظر المشكله وين هون تحديدا؟ مشكله بالتنشئه المجتمعيه عندنا. بنسال الطفل من هو صغير شو بتحب تصير، بنضل نقول قول دكتور، قول مهندس، قول طيار. انا طول عمري وانا صغير اقول طيار بس كبرت طلعت بحبش الطيران. فهي بالتنشئه المجتمعيه بتخيل، وبنفس الوقت من المؤسسة التعليم العالي. طب وضعتم أنتم حلول لهذه المشاكل؟ هي كان في توصيات بس ذاكرتي خانتني، إذا في حدا من الزملاء متذكر توصيات على كلمنا التعليم. كلمنا تفضلت بالتركيز على التدريب، أن يكون هناك تدريب مباشر وإدراجهم في سوق العمل من قبل تخرجهم، أن يكون هناك ساعات إلزامية أكثر للطلبة. ساعات إلزامية لشو؟ للطلبة من ناحية التدريب في التخصص ولا يعني بالمدرسة ولا بالجامعة؟ في الجامعات، أن يكون هناك ساعات إلزامية حتى يكون مؤهل للتخرج أن تزيد عن 3 ساعات الاعتيادية بالتدريب اللي هي معروفة، كانت سواء كانت 3 شهور اللي ممكن يكون ما فيها فعليا تركيز على تدريب وعلى كيفية دخوله إلى سوق العمل. هذا كان أهم التوصيات، أنه يكون التركيز بالنوعية وكيفية التدريب بشكل واقعي على هذا الواقع. سيدة أسماء، يعني كان هناك مطالبة على إيجاد مراكز مهنية للإناث، طب برأيك إذا ما تم ذلك يعني هل راح يكون هناك إقبال للمراكز المهنية المخصصة للإناث وخاصة بالمحافظات؟ هذه التوصيات إحدى التوصيات اللي أنا طرحتها. ليش طرحت هذه التوصية؟ لأنه اليوم ثقافة الإناث بالأردن تختلف عن ثقافتهم قبل 3-4 سنين. اليوم المجتمع الأردني تغير تفكيره وصار فعليا يفكر بطريقة أخرى وصار يتجه للإنتاجية، لأنه صار يحس أنه فعليا هان مستقبلنا، إحنا في فرص لنا بهذا المجال. ليش طلبت بمركز للإناث؟ لأنه الحكومة قاعدة تطلب من الشباب والشابات أنه يتوجهوا للعمل المهني، ولكن إحنا ما عندنا بنية تحتية تساهم بأنه صقل مهارات الشباب في العمل المهني، خاصة أنه اليوم العمل المهني تطور، يعني صار في تقنيات حديثة. صحيح، لكن برأيك هل سيكون هناك إقبال من الشابات الأردنيات على تقديم للمراكز المهنية المخصصة للإناث؟ بحكم خبرتي مع بالعمل مع السيدات، يعني دائما التوصيات اللي تطلع من 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 الفتيات يحكون انه احنا اليوم بحاجه الى 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 فرص تدريب مهني حتى احنا نشتغل بالمهنه الفلانيه او احنا ننخرط بالمجال الفلاني. فاعتقد انه راح يكون في اقبال عن تجربه يعني بحكي لك. طب برايك هذه المراكز المهنيه يعني بماذا ستختص؟ هسا احنا
مش مفروض انه نضل دائما تقليديين. احنا مشكلة دائما لما نحكي تدريب مهني اول شيء يخطر ببالنا خياطة، تجميل. طب مقترحات المهن المهني التقليدي ايش ممكن اليوم؟ ممكن البنات يتجهوا لتصليح الأجهزة الخلوية، ممكن او الأجهزة الإلكترونية، ممكن يتجهوا لكمان صناعة الألعاب الإلكترونية. احنا ممكن تكون هاي من ضمن الـ 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 الأشياء اللي ممكن نتوجه لها، خاصة أنه جميل. أوكي. جميل سيد أياد، طيب هذه التوصيات التي تقدمتم بها اليوم لمجلس النواب، يعني ما الدراسات التي قمتم بها لتقديمها لمجلس النواب أو الأسس التي وضعت عليها؟ ساتحدث عن نفسي من ناحيه التوصيات التي انا قمت فعليا ادراجها وكيفيه قمت انا على دراستها. بالنسبه للتوصيات كانت على موضوع مشاركه الشباب في الحياه السياسيه ومشاركه في عمليه صنع القرار والانتخابات، ويتم تقليل العمر من 30 سنه للترشح. نتحدث بهذا الموضوع الى 25 سنه. كيف صدر هذا وما هذه التوجه من خبر هذه التوصيه؟ الا هو انه نفكر فيها، انا عمرك انت تكون 18 سنه تكون قادر انك يعني تعمل مشاركة في الانتخابات، وأصغر سن لشخص يمثل لك عمره 30 سنة، فتوقع الجاب بال 12 سنة بين الاثنين، توقع يكون هناك البعد ما بين الأفكار، ونتكلم احنا عن جيلين مختلفين الآن مع التطورات الحديثة والسريعة. بالنسبة للدراسات، الدراسات كانت واضحة على خبرة الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية، حيث تم تقليل عمر الترشح، أمر إلى زاد نسبة مشاركة الشباب بشكل واضح، بالإضافة إلى نجاح عدد كبير من الشباب نسبيا، خلينا نحكي عن الرقم اللي كانوا موجودين في المجالس المحلية واللامركزية. الأمر الآخر هو التوصية التي كانت على مبدأ عدم وجود انتخابات في، للأسف الأرقام اللي احنا بحثنا عنها كانت أن شبه مؤكد وبشكل مؤكد 7 جامعات لا يوجد فيها انتخابات مجالس طلبة، وفي الجامعة الثامنة كانت تعين مجالس الطلبة. يعني كنا نتكلم أن يكون هناك فعليا تغييرات حقيقية على الواقع، بحيث أنه نشارك الشباب في عملية صنع القرار. إذا أنا بمرحلة من المراحل التي يحس فيها الطالب بشكل كبير أنه لا يمكنني أن أنتخب في مرحلة جامعية من يدافع عني أو يمثلني، فكيف لنا أن نطلب منهم أن يشاركوا في الانتخابات؟ لكن مجالس الطلبة هل تؤخذ يعني كما يقال يعني محلها، يعني دعم للطالب؟ يعني أغلبها مثل ما بنقول بالجامعات بتكون طلبة وخلص، بعد بطل تشوفها. والله سيدي الفكرة الآن هي ليست، أنا لما كنت مركز على موضوع انتخابات مجلس الطلبة ليس بمعنى مجلس الطلبة، وإنما أن نعمل على هو تحضير للطالب، تحضير الطالب على كيفية ممارسة حقوقه الديمقراطية. نعم. فمن مرحلة كان فعليا يحس فيها في تأثير قراره، هذا التوجه الذي نأمل أن يكون هناك التغيير على الانتخابات القادمة. إذا أنا ورجيته أنه تعال مكانك تشارك، أتوقع الانتخابات الرسمية يكون مشاركته بشكل أسهل وأفضل. نعم. إذن ضيوفي الكرام، مشاهدينا بعد الفاصل إلى ماذا يتطلع الشباب الأردني. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرجع رحب بضيوفي. طيب، هناك من ضمن التوصيات التي قمتم بتقديمها إيجاد منظومة تمويلية لدعم ريادة الأعمال في المحافظات. سيد يزيد، هل تواصلتم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل تقديم هذه التوصية؟ التوصية هاي أنا بدي أشكر الشخص اللي قدمها عن تجربة شخصية. أنا إلي مشروع ريادي اسمه الفراز الذكية، حاوية إلكترونية بتفرز النفايات داخلها لأكثر من نوع. مشروع ريادي مش موجود منه إلا بدولة في العالم واحدة، وبتشتغل على بروسس بتختلف عن البروسس اللي أنا اشتغلت فيها. قدمت شخص بشكل مباشر لوزير مثنى غرايبة، المهندس مثنى غرايبة. كان في هناك دعم؟ ما كان في دعم أبدا. فريادة الأعمال حاولت تحصل على دعم؟ حاولت أحصل على دعم من مؤسسات، أخذت جزء بسيط لبروتوتايب، مش لنموذج أولي، مش لمنتج، لتطبق الفكرة على أرض الواقع. بتخيل أنه إحنا لازم نوصل مرحلة ريادة أعمال، لأنه الفرص قليلة عندنا، والموارد بديش أقول قليلة، متوسطة خلينا نقول. فإذا فعلا وصلنا لريادة أعمال والدعم، وكان في عندنا تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
صدقا راح انا كيزيد اليوم ما راح اكون بس عندي فكره، راح تكون نموذج مطبق على ارض الواقع ومشروع كبير يستفيد منه اكبر عدد من الشباب الاردني. طب راح نحكي احنا هلا عن المشاريع الصغيره، بس هلا بالبدايه كان في تواصل من قبل الشباب مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كونها هي الجهة المختصة بالأعمال الريادية؟ أنا حكيت لك عن تجربتي الشخصية، أنا تواصلت بشكل مباشر وما لقيت أي إجابة. ما كان في أي إجابة من قبل الوزارة أبدا. نعم. طب نتحدث عن تعديل، عن توصية تعديل عدد من التشريعات لدعم المشاريع الصغيرة. سيد أياد، يعني شو التشريعات اللي بتحتاج لتعديل في المشاريع الصغيرة؟ سنتكلم عن بيئة ريادة الأعمال بشكل واقعي في الأردن. الكل الآن متوجه نحو ريادة الأعمال. نسب كبيرة بصراحة للمشاريع التي تفشل من ضمن السنة الأولى لعدم وجود أو لعدم وجود بعض القوانين اللي تعقد فعليا عمل المشاريع الصغيرة. يعني أنت تتكلم عن مشروع بدك تسجله أنت بشكل رسمي، بدك تسجل بشكل رسمي في وزارة الصناعة والتجارة، تحتاج أنك تكون أنت عندك محامي، تحتاج أن يكون عندك موازنة سنوية. هالأمور اللي بلش الفكرة صعب أنه فعليا يكون قادر أنه يغطي كل هذه التفاصيل. الفكرة من التعديلات أن تكون توفر البيئة خلينا نحكي الإنتاجية وبيئة الإبداعية اللي تسهل عمل الشباب اللي بلش خلينا نحكي بأول مشاريعه. والله إذا أنا مثلا من كل جهة طلعت له صعوبات أو توقفت له والله بكل معضلة منطقة، مستحيل انه يكون قادر على الانتاج وانه يتطور اكثر. هذا نفس النقطه اللي تفضلتم فيها، هو وجود حاضنات دعم ريادة الاعمال لي بشكل متكامل. النقطتين بصراحه يكملوا بعض. اذا كان هناك وجود هناك حاضنات حقيقيه على ارض الواقع اللي تدعم الشباب، نعم نتكلم لماذا تم الطرح على محافظات مختلفه، لانه لنكون حقيقيين التركيز على العاصمه وهي عمان. لما يكون هناك ما في تركيز على باقي المحافظات، لا يجوز التركيز. اللي نتكلم بشكل ميزان، التركيز بعمان لا يقارن مع التركيز في المحافظات الاخرى. لما نوفر انه يكون هناك عداله في عمليه التركيز وكيفيه توزيعها، وهذا الامر كان مطروح يعني في المجالس المحليه، نتمنى ان يكون هناك تفعيل لدورها بشكل اكبر. طب هل اطلعتم على الخطه الاستراتيجيه التي تم الاعلان عنها قبل ايام؟ نعم، الخطه الاستراتيجيه للشباب من 2019 إلى 2025 تعمل على تغطية عديد من المحاور، سواء كان ذلك بالحاكمية الرشيدة، تفعيل دور الشباب بالخدمة المجتمعية، أن يكون لهم إدراجهم في موضوع التنمية بشكل مستمر. نعم، ذكر وزير الشباب عدد من المشاريع اللي فعليا كانت، أنا والله يعني جدا سعيد، نتأمل أن تكون فعليا تم تنفيذها قبل ما ننتج استراتيجية جديدة. في عندك كان سيدي موضوع المعهد السياسي لإعداد القيادات السياسية. نعم. هذا أمر فعليا كان موضوع تمكين الشباب بالحياة السياسية، سوف يعمل على إدراج عدد كبير من الشباب، يعمل على تدريبهم بشكل مماثل لمسمى بحكومة الظل. الأمر الآخر الأكاديميات السياسية، الشبكات الشبابية التي نتكلم عنها على مستوى المحافظات، التي سوف تعمل على زي ما تفضلتم بنقل الوزن من العاصمة إلى كافة المحافظات بشكل حقيقي وموازن. نعم سيدة أسماء، ما يعني ما التشريعات برأيك التي يجب أن تعدل بخصوص موضوع المشاريع الصغيرة؟ صراحة أنا غير مطلعة على القوانين. ما عندك أي اقتراحات عليها؟ والتشريعات، ولكن دائما أحكي ممكن إحنا نستثمر قانون اللامركزية بدعم المشاريع الشبابية أو المبادرات الشبابية. إحنا نعرف إنه في موازنة يتم إقرارها لكل محافظة بناء على قانون اللامركزي، ممكن يتم تخصيص جزء من هاي الموازنة لكل محافظة، أو يتم أخذ بعين الاعتبار دعم المبادرات والمشاريع الشبابية. أرجع أكد أنا مش مختصة بالقوانين، ولكن هي من واقع تجربة بحكي لك. تفضل. في إضافة كمان هنا، أعضاء اللامركزية بنظامهم الداخلي ما بيعطوا صلاحيات للأعضاء على إلا بتقديم توصيات أو دراسة حاجات سواء للمحافظ والمناطق. فمن هنا بنطلب من خلال الشاشة هاي إنه التوصية واحدة بس، إنه يكون في دور تنفيذي لأعضاء المجلس اللامركزي. يعني لازم يكون في هناك دور، مش بس دور رقابي. نعم. أو دور دراسة احتياجات. طب بس يزيد، يعني مثل ما تحدث المهندس إياد، يعني لازم يكون هناك حاضنة
لأجل المشاريع الصغيرة ولأجل نجاحها، لأنه أغلب المشاريع اللي صارت بالفترة الماضية يعني أغلبها كان خاسر، يعني ألا الأجدر أن يكون هناك تدريب وتثقيف لمن يريد أن يقوم يعني بالتقديم للمشاريع الصغيرة؟ اليوم في مؤسسات بتدرب، وأقرب مثال في قبل فترة كان في نادي إبداع بالمحافظات انتشر، فبيدربوا وبيمكنوا الفئات العمرية على مجموعة من البرامج لا يصير فيه، وبصندوق الملك عبد الله في الجيمينج لاب بيدربوا الأطفال من المدرسة على إعداد تطبيقات إلكترونية وعلى ألعاب كمان. ففي عنا حاضنات، لا عفوا، في عنا أماكن لتدريب الفئات العمرية، بس ما عنا مسرعات أعمال أو حاضنات أعمال تابعة للحكومة بتسهل علي أنا كشاب. أنا بقدر أروح على الجهات الخاصة، بس بتشرطوا علي أنه بياخذوا جزء من رأس المال أو جزء من أرباح المشروع كشرط أساسي، أو بيكون نسبة الفائدة إذا بدي أروح أتوجه للقطاع البنوك عندنا بالأردن أخذ قرض عشان أعمل مشروع أطبقه على أرض الواقع، بتكون نسبة الفوائد مرتفعة بالنسبة إلي كحدا بده يبلش بشركة ناشئة أو مشروع ناشئ. فبتخيل لو في إشي تابع للحكومة أو الحكومة توفر تسهيلات للشباب الريادي المبادر لعدة مشاريع، بتخيل إنه هذا الإشي رح يكون بيسهل علينا إحنا الشباب وبكثير مواضيع. نعم سيد إياد، يعني نيجي للموضوع اللي أنت مهتم فيه بالأكثر، اللي هو تفعيل مشاركة الشباب في الانتخابات ترشحا وانتخابا عبر تخفيض سن المرشح. يعني هذه الأصوات التي تطالب بتخفيض سن الترشح، هل هي قادرة على يعني أن تفعل دورها الصحيح في مجلس النواب؟ لا يا سيدي، الفكرة لماذا طلبنا أن يكون هناك تنزيل في العمر هو بشكل مباشر، هي كمرحلة أولى خلينا نحكي لتغيير لإدراج الشباب في عملية صنع القرار بشكل حقيقي. تخفيض عمر الترشح يمكن أن يعبر برسالة للشباب أنه في ناس قراب من عمرك اللي مثلوك، نتكلم عنهم جاهزية للشباب، هل هم جاهزين فعلا لترشح وجود في مراكز القرار؟ نعم يوجد عديد من الكفاءات من الشبابية التي لا تعطى الفرصة. نعم نتكلم عن التحديات اللي ممكن تفضل فيها وزير التنمية السياسية اليوم، صعوبة الترشح فعليا، نحكي عن 25 سنة، هل هو قادر على خياض ضمار الانتخابات؟ نعم يوجد الكثير من التحديات، وكان ذلك من التكلفة الدعائية والإعلامية، ولكن يوجد الكفاءات إذا أعطيناهم فرصة وأعطناهم الحقية أنهم يكونوا قادرين على المشاركة سوف يكونوا قادرين على التغيير. نعم هل 25 سنة جاهز أن يكون مجلس النواب؟ نعم لماذا لا نؤمن بالقدرة الشبابية؟ نعم. هل يمتلك القدرة والخبرة؟ نعم يمتلك العديد من الشباب. مجلس النواب مجلس تشريعي، التشريع والرقابة متوفرة متوجدة. نعم نعم أنا أتفهم لماذا الآن استراتيجية الشباب تعمل على وجود الأكاديمية الشبابية أو أكاديمية السياسية المعهد السياسي لإعداد الشباب لأن يكونوا جاهزين إلى ذلك الوقت، ولكن يوجد الكثير من الكفاءات الشبابية التي تمثل القيادة الشبابية. إحنا نظل نحكي يا سيدي أنه نظل ندرج الشباب، يلا يا شباب تعالوا كونوا بالصورة، هم مش قادرين فعلين هم يشرعوا أو يراقبوا في مجلس النواب. يعني أتوقع أنه التمثيل مش بالأحقية أو الواقعية اللي إحنا نطلبها على أرض الواقع. نعم سيدة أسماء، إذا ما تم ذلك وتم تخفيض سن الترشح، برأيك هل يمتلك الشاب الأردني المؤهلات والقدرة على يعني أن يكون فعال في مجلس النواب بسن 25؟ نعم أنا عندي أمل بما تفضلت فيه أنه الشباب راح يكونوا قادرين على التغيير، وراح يكونوا قادرين على صنع بصمة لهم في المجلس. الشباب الأردني شباب واعي وشباب مدرك لأهمية مشاركته السياسية والأثر اللي راح يتركه إذا هو إذا شاء إذا إذا كان في إذا ترشح إلى إلى إذا إلى مجلس النواب. جوابي نعم، أنا يعني مؤمنة بالشباب ودور الشباب وقدرتهم على نعم. على تمثيل أنفسهم وتمثيل مجتمعاتهم بصورة
إيجابية. نعم مهندس إياد بدك تضيف. طيب سيدي بالنسبة للعمر الشباب و 25 سنة بالنسبة لنا احنا مش الرقم ترى البعيد، احنا نتمنى أن يكون فعليا عمر ترشح من 18 سنة. نعم نتكلم هذا يمكن أن يكون من البعد والبعيد. نعم. لنتكلم بس على دول أخرى، في أحد زياراتي وفي أحد المؤتمرات قابلت رئيسة وزراء النرويج وتحدثت عن هذا الموضوع، حكت لأنه هي استلمت منصب في حزبها بالعمر 17 سنة. نتكلم عن أمثلة عربية، وزيرة الشباب الإمارات استلمت والوزارة بعمر 22 سنة. نعم نفهم ونعي البعد ما بين التحضيرات وإلى آخره، بس إذا ما أعطيناهم فرصة وكنا فعليا محضرينهم التحضير الثابت والكامل، وهذه جهود فعليا تشكر فيها وزارة الشباب ووزارة التنمية السياسية على تحضير الشباب نحو تحقيق ذلك، وهو أمر ليس بالبعيد وليس بالمستحيل. نحكي أنه والله مستحيل أن نكونوا بالجاهزية الحقيقية، هناك يوجد العديد من الكفاءات اللي نتكلم عنها. نعم أنت تمتلك برنامج انتخاباتي اسمه صح؟ ما هو برنامج انتخاباتي؟ سيد برنامج انتخاباتي هو عبارة عن منصة إلكترونية حيادية نسعى منها هو رفع الحس الديمقراطي لدى المواطنين، نعمل على تشجيعهم في المشاركة انتخابات وعملية صنع القرار في كافة المجالس المنتخبة. الكيفية لهذا العمل أنه إحنا نربط ما بين المواطنين واللي بدهم ينتخبوه والمرشحين. كيفية الربط أنه أنا كمواطن لازم أعرف أنا مين بدي أنتخب، ويكون الاختيار مبني على الكفاءات والبرامج الانتخابية. الأمر الأهم لبرنامج انتخاباتي لو هو ما بعد المرحلة الانتخابية في متابعة هذه المجالس المنتخبة، بحيث أن نكون هناك قنوات تواصل ما بين من تم انتخابهم والمواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة الأخبار الموثوقة عن هذه المجالس المنتخبة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. الكيفية ما هو الشيء اللي خلينا نحكي النادر في انتخاباتي. نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل التكنولوجيه الحديثه، فعندنا موبايل ابلكيشن باسم انتخاباتي، اضافه عندنا السوشيال ميديا، عندنا اضافه الى ويب سايت، وهذا العمل فعليا تم تطبيقه بشكل كامل بالهند والحمد لله تم بشكل ناجح، والامر اللي نسعى الان له كذلك قمنا بتوقيع اتفاقيه شراكه مع مجلس النواب الان مع برنامج انتخاباتي ليتم تفعيله من قبل الساده النواب. الرسالة انتخاباتي هي أن نكون حلقة الوصل ما بين المواطنين والنواب. تم تقديمه لمجلس النواب؟ نعم الآن وقعنا اتفاقية من قبل يومين مع مجلس النواب، والآن في بيننا وبينهم شراكة مع الأمانة العامة. نعم. حيث الآن نتعامل مع كل نائب من النواب بشكل مباشر حتى يتواصل. أعيد إلى سؤالك سيدي الأول أول الحلقة، هل ممكن أنه يمتد لأكثر من شركة أو مؤسسة؟ نعم سيدي بالنسبة لسؤالك سألتني تسمح لي هو كيف أدائي أنا عن مجلس النواب، وهنا هو الحل. العديد من كانت الطروحات أنه الشباب لا يقدموا إلا المشاكل ولا يجدوا الحلول، وهذا أكبر حل على أرض الواقع ومنفذ ومطبق عالميا ويتم له الحقوقية. الحل سيدي هو أن تعطي بالأخير عبارة عن حل، إذا الجهتين طرف المعادلة لم يتعاملوا معه لا تجد له الواقعية والفعالية الحقيقية. إحنا نشجع المواطنين أنفسهم أن يستخدموا هذا البرنامج حتى يسألوا نوابهم. أنا السؤال أكبر سؤال دائما بسأله لأي شخص موجود، أنت تعرف مين النواب المثلوك؟ هذا السؤال يمكن أكون مجزم أنه لا حد يعرف هذا الجواب. بس هون المشكلة مشكلة مين؟ إحنا بدناش نحكي المشاكل، إحنا عطينا الحلول. ما هاي مشكلة. فالحل يا سيدي إحنا أنا بدي. هي مشكلة مشكلة مين هون؟ هي فكر الوعي السياسي غير موجود. الثقافة صحيح. الوعي السياسي غير موجود. أنا ما أعطي الفكرة الحلول سيدي بشكل بسيط وميسر. أنا ما بدي إن أنا تصير عندي جلسة مجلس نواب ساعة ونص إن أنا أقعد أحضر كل جلسة. أعطيك الحل إنك تشوف الملخص. تعرف شو اللي صار وتكون انفورمد. خلينا نعود لموضوع ثقافة وسن الترشح تحديدا. يعني سيد يزيد الشارع الأردني مقتنع لربما بنفس الوجوه في مجلس النواب، يعني انتخبهم مرات متتالية إذا ما تم تخفيض سن الترشح ل 25 سنة. يعني برأيك هل سيكون هناك، هل سيدعم الشعب الأردني المرشح الشاب للفوز بالانتخابات؟ أول شيء أنا بتخيل أنه سن 25 لشاب غير متمكن سياسيا أنه يخوض، عفوا أنه يكون يعني نائب ضد فكرة فاعل، يكون نائب فاعل بالبرلمان، ما بتخيل أنه يكون نائب فاعل إذا مش متمكن سياسيا هذا الشخص. لأنه مش بس تمكين، بدك تكون عندك خبرة. أنت كشاب عمرك 25 سنة على سبيل المثال، خلصت مرحلتك الجامعية البكالوريوس عمرك 22 سنة، خلال الثلاث سنين هاي كيف ممكن تكون تقدر أنك تمتلك خبرة بتأهلك أنك تكون بمجلس النواب مؤثر فعال؟ أنا ممكن أخوض تجربة، أنا كشاب إذا خفضوا سن الترشح على سبيل المثال أروح عند عشيرتي
برضو نرجع لنفس النمط. يعني نعود إلى نفس النمطية. فبتخيل أنا إنه إيش القضية مش بالعمر بانخفاض سن الترشح. يعني قضية ثقافة وتمكين بالمجتمع. يعني نعود كما تحدث السيد إياد، يعني تحدث عن الانتخابات الجامعية ويجب تفعيلها من أجل ممارسة الشباب جداً رائع لهذه الانتخابات. نعم. طيب يعني إذا ما نجح تخفيض سن المرشح، يعني شاهدنا الكوتة النسائية نجحت، هل هناك مطالبة لأن يكون هناك كوتة شبابية لربما في مجلس النواب سيد إياد؟ سيد الفكر هذا النقطة دائما كنا نتوجه لها، حتى أحد السادة النواب اقترح فيها أنه إحنا نتوجه إلى إلغاء فكرة الكوتة، إحنا مع إلغاء الكوتة. نعم. إحنا ضفنا كوتة نسائية وكان هناك وجود 5 من النائبات في مجلس النواب، هذا دليل على أنه في توجه نحو الآن الحقية المشاركية للجميع بالدستور الأردني المواطنين كلهم سواسية. فإذا إحنا ضفنا موضوع الكوتا الشبابية يلا نشتغل موضوع كوتا، هذا قد يدل أن هناك ضعف في هذا الموضوع. إحنا ليش ما نحل الموضوع جذريا بدل أن نعطي حلول فعليا ذات مدى قصير الأمد ولا تكون مستدامة في كحلول حقيقية. أنا ضد فكرة الكوتا. نعم الشباب قادرين أنهم هم أنهم يطرحوا مشاريعهم وبرامجهم الانتخابية ذات مسؤولية حقيقية، ولكن يجب أن يتم إدراجهم بشكل حقيقي عن طريق تخفيض عمر الترشح. نعم سيدة أسماء، برأيك المرأة الأردنية هل هي حاصلة على كامل حقها السياسي؟ حقيقة لا أعتقد ذلك. لماذا؟ ما زال هنالك نظرة دونية للمرأة حتى لو كانت بمناصب عليا في الدولة. دائما في عندنا صورة نمطية أنه المرأة ضعيفة. بس نظرة دونية يعني من قبل من؟ من قبل أصحاب القرار ومن قبل المجتمع. لكن هناك تمثيل في الدولة لعدة سيدات. عدد السيدات في مجلس، عدد السيدات التي أصبحوا رئيسات وزراء كم؟ قديش عدد السيدات اللي في البعثات الدبلوماسية؟ قديش في عندنا سيدات؟ قديش عندنا قاضي؟ قديش في عندنا؟ حتى بنسبة التمثيل بمجلس النواب غير كافي. بس في أعداد كبيرة يعني. حقيقة هي دون طموحنا إحنا كسيدات أردنيات. طب ليش مش حاصلة على حقها السياسي كامل؟ أعتقد بسبب الصورة النمطية تجاه المرأة الأردنية. يعني لا يوجد لربما قلة مشاركة المرأة في بعض الفعاليات السياسية لربما؟ في عبء تحملوا جزء من الإعلام، تحملوا جزء من الدولة، وتحملوا كمان مؤسسات المجتمع المدني. الإعلام اليوم لازم يسلط الضوء على المرأة وإنجازات المرأة لحتى يغير الصورة النمطية. الدولة اليوم لازم تدعم أكثر مشاركة المرأة وتمثيلها. مؤسسات المجتمع المدني لازم تحاول قد ما تقدر أنه تغير أو تبني قدرات السيدات اللي هم وصلوا أو راح يوصلوا أماكن صنع القرار. نعم. إذا مشاهدينا، تعديل قانون الأحزاب السياسية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، أرحب بضيوفي من جديد. نتحدث الآن عن توصية تعديل قانون الأحزاب السياسية بإلزامها على عمل أذرع شبابية. سيد يزيد، نتحدث في هذا الموضوع، هناك 48 حزب بالأردن و16 حزب تحت التأسيس، يعني هل ستقتنع الأحزاب السياسية بأن يكون لها أذرع شبابية مع العلم أنها لها مكاتب للشباب ولجان أيضا؟ تفعيل المكتب الشباب الدائم بالحزب بتخيل لازم يجي بتوجيه من الحكومة بقانون يفرض على الحزب تفعيل دور الشباب داخل المكتب الدائم للحزب في أي مكان. بتخيل غير هيك الحزب ما راح يكون بنظامه الداخلي بتطرق لهذه الفكرة، لأنه عندنا الأحزاب السياسية دائما، أنا بتخيل من وجهة نظري الشخصية، الأحزاب السياسية الناس الأشخاص الموجودين فيها لهم عشرات السنين موجودين بنفس الحزب، فبتخيل ما راح يكون عنده بداية. المفروض الشباب يشاركوا بالأحزاب، ما احنا عندنا بالأردن لربما عزوف عن المشاركة في الأحزاب السياسية. في
في اشخاص كانوا يدرسوا على المكرمة الملكية، على عفوا على مكرمة المكرمة العسكرية بالجامعات، كان في بند خلال العقد اللي بيوقعوه اول ما يفوت الجامعة انه عدم انخراطه باي نوع من الاحزاب. عدم المؤاخذة في كمان جهات مسؤولة عندنا، ما لكن لا يوجد في القانون، لا يوجد ما تحدثت عنه أبد. نعم. عفوا لا يوجد في القانون ما تحدثت عنه. بأي قانون؟ قانون الأحزاب آه. غير موجود، بس بقول لك الجهات المؤسسات هاي لكن تلزم الحكومة، الحكومة عندما تلزم الأحزاب ألا تتدخل في العمل الحزبي؟ يعني ممكن تتعرج شوي على دور الديمقراطية وتعزيزها. نعم. داخل الحزب. بس إحنا الشباب اليوم بنطالب بهذا الشيء، احنا النواب السلطة التشريعية، لما تشوف الغالبية العظمى بمجتمعنا الأردني هي فئة الشباب، واحنا اللي بنطالب بهذا الموضوع. فبتخيل إذا الحكومة، إذا مجلس النواب طرح هذا الفكر على الحكومة بضغط شعبي، بتخيل إنه راح يكون في قرار بتوجيه من الحكومة، يكون قرار أو قانون بيحل لنا هاي المشكلة كشباب. طب مهندس إياد، يعني مشاركة الشباب في الأحزاب بالأردن هل هي مشاركة مرضية؟ سيدي بالنسبة للأحزاب عندنا 49، ترى صاروا 49 حزب، في حزب زاد عندهم، فهذا العدد ما شاء الله يزيد. 16 تحت التأسيس. 16 تحت التأسيس. سيدي مشكلة الأحزاب ليست تتكلم بموضوع من يشارك فيها ولماذا يشارك فيها. للأسف الوعي الحزبي بحد ذاته يوجد فيه جدا عدد كبير من المشاكل، أكبر دليل على ذلك العدد الكبير من الأحزاب الموجودة التي لا توجد لها رسائل واضحة على أرض الواقع. يعني تفضل تقول لي إنه سيدي ليش الشباب ما يشاركوا؟ طب أنا كحزب لازم أروح أطرح برامجي للشباب، تعال والله انتسبوا لي، لأن في عندي برنامج 1 2 3 4 يمثلك وقد يغير لك. نحن نعرف الآن في عديد من التعديلات على قانون الأحزاب من ضمن وزارة التنمية السياسية لتخفيض نسبة الدعم. للأسف نكون حقيقيين ونكون نتكلم بصراحة، للأسف عديد أو نسبة كبيرة من هذه الأحزاب موجودة لأخذ الدعم السنوي من قبل الوزارة. فالخطة اللي تم عليها تعديل عليها وزارة التنمية السياسية هو أن تلزمهم بطريقة حقيقية، إذا بدك يكون عندك الدعم بنسبة معينة، إذا زاد عندك نسبة أعضائك من الشباب. هذا الأمر اللي نرجو أن يكون حافز للأحزاب أنفسها أن يكون لها وجود حقيقي على أرض الواقع. العديد من المناسبات كانت متوفرة للأحزاب أن يكون لها حضور، ولكن للأسف لم يكن لها وجود وطغت عليها وجود النقابات. فإحنا الفكرة دائما بالنسبة لحل الأحزاب، أنا لا يكون العمل مع الأحزاب وإنما العمل مع المواطنين أنفسهم، نفهمه ما معنى الحياة الحزبية، ما معنى أن يكون هناك حزب يجب أن تكون له رسالة واضحة، أيديولوجيا معينة، تفكير واضح حتى الناس تنتمي له. بس مهندس إياد، يعني الخوف لساته موجود عند الشاب الأردني للانتماء لحزب والله معين. والله سيدي احنا نتكلم عن الخوف، أتوقع هذا الأمر يعني صار من الرسالات القديمة، أنه والله صار عندك أنه والله أنت تكون مع حزب تحرم من كافة الأفكار، زي ما تفضل سيدي زميلي هنا بموضوع عدم أخذك على أحد ال يمكن هذه المعلومة ترى مش متوفرة للكل، إن يعرف الله مثلاً كنت بحزب ما راح أقبل بالجامعة. العمل. طب أنتم أنت من تمي حزب؟ أنا لا أنتمي حزب، لا يوجد حزب يمثلني حقيقة على أرض واضع يمثل أفكاري. فإن نتكلم إنه يكون المشكلة سيدي ليست بالناس وليس بالحزب وإنما بالمفهوم الحزبي الحقيقي، يجب أن يكون هناك فهم الحزب نفسه. ليش يعني يجب أن يساعد الشباب نفسهم على الانتماء للأحزاب؟ هي المعادلة بالأخير سيدي، احنا نتكلم عن حلول ولا لا أتكلم عن مشاكل هذه الأمور اللي نطرحها. العملية من الجهتين، يعني أنت بدك أن يكون فعليا عندك مشاركة حزبية، يجب الطرفين يتم أولا طرف يتم توعيته بشكل واقعي على معنى الحزبية وكيف أن تكون منتمي لحزب ذا فكر معين قد يمثلك أو لا، ولكن أن تكون واعي وفاهم لماذا الحزب. للأغلب الأغلبية للأسف الشبابية الاشتراكية إلى أحد الأحزاب هو زي والله موضة مثلا، والله في حزب عليه حركة يلا نروح نشارك فيه. طب انتوا عارفين ليش مشاركين فيه؟ الحزب نفسه هل بين للناس شو رسالته؟ هل الحزب صار عنده متابعة؟ ترى يا ناس احنا عندنا خطة 1 2 3 4، حققنا 1 2 3 4، نطلع الأحزاب يقول لك انه الوزارة او الحكومة مش معطيتنا حقوقنا التمثيلية في الأحزاب، مع ان قانون فعليا يحيلنا انه فعليا نغير في كيفية التمثيل السياسي. طب اشتغلوا، احنا نشتغل على الجهتين حتى يكون والله في تغيير. أما أنه المنهج المعطى للجميع الآن سيد للأسف أنه أعطيك أنا سؤال أرجع لك بمشكلة ولا أطلعك بحل أو أرجع لك بسؤال آخر، ألقوا اللوم على غيري، وإحنا الحقيقة يجب أن يكون هناك اكتفاء. نعم. ذاتي من أنفسهم. نعم سيدة أسمى، ما رأيك بالأحزاب الأردن؟ هل أنت على استعداد الانتماء لأي حزب في الأردن؟ إذا وجدت حزب يتوائم مع انتماءاتي وأفكاري أنا أكيد راح أنضم. بحثت عن حزب؟ بحثت ولكن لم أجد.
يعني ما تطلعاتك في الحزب الذي ترغبين بالانتماء إليه؟ اليوم أنا صراحة لما أفكر أني أنضم لحزب، أنا بدي حزب يمثلني كشاب، حزب فعليا لما أطرح قضية، هاي القضية ما تكون أو قضية مثلا قضية رأي عام ما تكون بس فقاعة وخلص تروح أو موضة وتروح، لا يكون هذا الحزب يعني يساعدني أنه أنا أوصل صوتي كشاب. نقطة ثانية يعني ما أعرف إيش أقول لك بالضبط، ولكن 49 حزب كلها بس مكاتب، يعني ما حسيت أنه في حزب فعليا هو حزب حقيقي. طب أنت برأيك ما الحلول؟ الحلول أنه إحنا ليش بدنا ننضم لحزب؟ يعني لو أجي أو ليش إحنا عاملين هذا الحزب؟ للمشاركة السياسية. مشاركة سياسية بس لأنه مشان يقولوا يعني أي حزب يمتلك أهداف. تمام. هسا لو أجيتي أنت وبدك تحطي أو تعملي حزب جديد، أسسي حزب شبابي جديد، يعني ما الأهداف التي ترغبين بوجودها بحزب للانتماء إليه؟ أن يكون في هوية أردنية جامعة بهذا الحزب. يعني هل الأحزاب الأردنية الآن الموجودة على الأرض لا تمثل الهوية الأردنية؟ بصراحة مش على اطلاع بهذا الموضوع، يعني ما أقدر أقول لك فكرة يطلع في حزب فعليا يطلع هذا الشكل، بس يعني ما بقدر أحكي لك أكثر يعني عن هذا الموضوع. طب سيد يزيد، يعني تحدثنا عن تعديل قانون الأحزاب السياسية للمشاركة الشبابية وجعل هناك أذرع شبابية في هذه الأحزاب. بالبداية أنت منتمي الحزب؟ لا. ليش؟ ما عمري فكرت أني أنتمي لحزب. حاولت قبل؟ ما عمري فكرت أصلاً أني أنتمي لحزب، فما حاولت. لماذا؟ يعني نظرتك للأحزاب السياسية بالأردن يعني بماذا تتمثل؟ لو أني منخرط فعلاً بالعمل الحزبي أو عندي اطلاع، بس صدقاً ما عمري حاولت أبداً أني أنضم لحزب أو أقرأ عن أحزاب، فمش مهتم، مش من اهتماماتي. نعم، إذن الناشط الشبابي يزيد الفواعير، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للسيدة أسماء سردية أحد النشطاء الشباب والمشاركين في جلسة اليوم لمجلس النواب، والناشط الشبابي ومدير عام برنامج انتخاباتي المهندس إياد العليمات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا نهاية صوت المملكة، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.